تعالى بقى نروح برضو نطمن على الحالة الطبية. موسيماني بيتابع طبعا مع الجهاز الطبي حالة بعض اللاعبين اللي بيقوموا بتنفيذ هنا مراحل جديدة في البرامج التأهيلية الخاصة بيهم لتجاوزهم العودة مرة تانية من جديد للمشاركة بقى في التدريبات الجماعية. طبعا منهم صلاح محسن اللي بيجري أشعة جديدة عشان نطمن على حالته ونتعرف على نسبة كمان شفائه من الإصابة اللي اتعرض ليها في مشطية القدم. زي ما بتقال كانت طبعا إصابة إن شاء الله تعدي على خير وأبعدته عن المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية. خضع لبرنامج طبعا علاجي وبيخوض مرحلة جديدة من التأهل لتجهيزه بقى للعودة والتواجد مع الفريق مرة تانية. يعني نتمنى تبقى آخر الإصابات برضو يعني كل مرة بنقول الكلام ده بس حقيقي من قلبنا بنتمنى تبقى آخر الإصابات لأن الأجواء كده صعبة قوي. يعني ما يبقى في عندك ضغوطات وغيابات وحاجات زي كده وكمان إصابات. طب يعني والله موسيماني يعمل إيه برضو؟ يعني الراجل يعمل إيه؟ صعبة جدا يعني ما يكون في عونه.